العربية الماضية التي احتل من خلال مركز وصيف. جول 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 بدري بدري يا لوكاس، بدري بدري يا لوكاس سيمون. اسمع مني ايش مفكرني، اسمع مني فيصل مجنني، جنن الالفين القادمين من العاصمة الأردنية عمان. افتتح باب التسجيل، ما تهم الأمور، هكذا هو الزعيم يريد العودة إلى البطولة. فيصلي هو هو زايم برا وجوا، يريد العودة إلى بطولة الدوري، يريد العودة إلى المقدمة، هكذا يعرفها الزعيم. شوف الإعادة، حمس المباراة، أعطانا الإثارة، لمسة البول كذا، اسم موجود على الكرة. اللعبة العكسية، جول 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 يا كبير يا الزعيم، نادينا نادي عظيم، نادي الفيصل الزعيم، كل العالم مقهورة، حب الأزرق للصميم، نعم 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 يا سادة، هذا هو الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مباراة الليلة. الطرد ما يأثر فيه، كل الأمور ما تأثر فيه، الإيقافات العقوبات ما تأثر فيه، حاضر في أرضية الميدان. كرة العجالين حولت، أسعدت الأنصار، أعلن معها تقدم الفيصلي بثاني الأهداف. خطأ في اللقطة الماضية لتمركز المدافعين، السؤال يا كوكي، الدفاع وين؟ الدفاع وين؟ هذا الرجل لصالح الفيصلي. اللعبة العكسية، اللحام، التسديد، جول يا كبير يا ابن بنياس، احمد الدوني سجل سجل، عاد الغزلان الى المباراة. ها هي هي فرحتنا رمثوية، ها هي هي صدارتنا رمثوية، الرمثة لا يريد الاستغناء عن صدارة، طال انتظارها، وبالتالي احمد الدوني رمي التماس عالية داخل المنطقة بالراس، خطيرة التسديد، شو كان ممكن، جول 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 يا كبير يا ابن البصرة، نعم هذا السفارة حاضر من أزرق إلى أزرق، لا تقول فلان ولان، كل الأسامي بتروح يا رمثة يم الغزلان، بحبك حتى طلوع الروح، نعم نعم نعم، لمسة عراقية بصرية حاضرة لابن السفارة محمد شوكان، حاضر في الوقت المناسب في المكان المناسب للبديل الناجح لنبيل كوكي، يعيد الرمثة إلى نقطة التعادل، يعيد الرمثة إلى الدوري، يعيد الرمثة إلى الصدارة، صدارة وبس، هكذا يريدها الرمثة في الدقيقة 65. لخبطة دفاعية في اللحظة الماضية، شوف بين ثلاثة لاعبين، شوكان حاول العمايرة يردها، الدوني في نهاية المطاف تذهب إلى ركنية، اللحام يلعب الركنية للقابل بعيد بالرأس، جول يا كبير يا البعور، لمسة السوريين حاضرة في هذه الليلة، جينا الملعب للرجع اللي فات، هكذا جماهير الرمثة قالتها، يقلب الطاولة جهاد باور، يحول خسارة الرمثة إلى انتصار بالثلاثة، بالثلاثة أودع برأس جهاد باور المتألق في هذه الليلة. جهاد باور ابن العاصمة دمشق هو من يعيد في هذه السهرة هؤلاء المحترفين، ولا فلا ولا فلا، على تنفيذ ركلة الجزاء مع لؤي شوكان، جول يا كبير.
شوكان مرمثا فخامة الاسم تكفي. نام يحرز الهدف الرابع على طريقة الكبار، على طريقة الأبطال، على طريقة بارينكا. نادي الرمثا يا أبطال صقر الأردن والشمال، عن نزولك على الاستاد يشهد لك كل العباد. نام شوكان الفنان على طريقة الكبار يضع الكرة من البصرة في المرمى، يضع لؤي العماير في الزاوية، يعلن عن انتصار الرمثا. صدارة صدارة وبس هذا.